مرحبا بكم زابينغ مونا باندا. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم صح شريبتكم كنت تفرجوا فيها بعد شقان الفطر وشي هي طيبه كنت تفرجوا فيها بعد شقان الفطر وما تنساوش تعملوا ابوني وتنزلوا على النقوش. اما البيرة طلعوا يشوفوا بها الحقيقه سيدك وراس خويا برام الكابتن بيرة كما نعرفان تطلع الحقيقه خير وسي معز ما كانش معاكسي باش يشوف الحقيقه. اما هما الحقيقه كيف لو تاوها وعملوها فلو عرفها حتى حد. تونس كامله قاعده تتسائل دبوزه خضراء ومن فوق مذهب تعمل شنية. ما شاء الله شي عظيم وادب عالي عظيم ومستقبل عظيم. ولا نعطيك كف لصقك في الطاوله يا معلم. الو 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 اش يعني؟ اصبر. أيوة. فهمتك فاش كنت قاعد تعمل اللوطة أكيد تسوي في البني خاطر في اللارج مغطيت لك راسك الكل وفي السريف اشطر راسك وهو اسم الطفل. والله هذا كاش عندي ورحمة أميمتي. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها مخه بقى فافا وجزمته بقت في دماغه. طالع بدلي سناء ما شاء الله عليه رينا في درقة ديش من اللوك. ياسين ياسين يجري ولاد مفيدة راهم تشلكوا راهم ولاد مفيدة طلعوا نطارة. هاد ما يكونوا كان ولاد مفيدة امشي كبسهم قول لهم عيب عليكم يزيو بلا بلاد برا جيب له ساك برا ساك امو. اما يا عبد الحميد ما تقولش ما فقنيش فيك راه كلمة زايدة هذي ما تفوتنيش راه ساك امو. ما يجيش منه راه بوكو دوتخ ميساج راهو ورينا ترى. سلام مسيو قولوا فوق عليه. سلام مسيو بساطت اكبس لي روحك. سلام مسيو وطلعتهم مصر. اما كان نبر عليكم راه ما تغشوش عادة. اما القضية 460 ما شاء الله عليهم نورنا مجدي السميري ديار مضخمة ناس فينو ناس هاي وهاي النقبة في الباب. باب الشارع يتحل بالصباع يا ابو قلب. الفخامه هيك الكل والديكور هيك الكل كادتكم باش تشريو كومه. العفش طبيعي جدا انت اللي عينك فيها مشكله. اما طلعوا يكذبوا علينا. اين عم يكذبوا علينا؟ اعطوني ادريسه غلط مشيت لوشت لوشت ما لقيتهاش. هاي نور ناس 6666 عدد 6. طلعوا ماسونيين الا 666 يطلعش نمره تليفون. نمرو تليفوني سيل سيس كيف كيف بنهز عليك ولا يهز عليك بليز بليز. في الدنيا هذه كل واحد ميحملش حاجة معينة فماني ميحملش صوت قصقز الباب صوت الظوافر كي يتخربجوا على الحيط. اما الصوت هذا الصوت هذا ويتفي الضوء هو عن اختلو التشلوحة. You approach it with your best manners. No! Oh my god! Shut up! Shut up! Fix it! ما تنسيوش تعملوا ابوني وتنزلوا على النقوص باش هكاك كان فما حاجه جديده نطلع لكم.